بسم الله الرحمن الرحيم. إجا بالي بدي أحكي عن الفرق بين موت الزيف والموت الحقيقي. شو هو الموت؟ شو هو الزيف؟ شو هي الحقيقة؟ الموت نحن منفكره أنه هو غياب الجسد، وأن فلانا قد انتقل إلى رحمة الله، وهكذا اعتقادات مختلفة ومذاهب عديدة. كل إنسان بيعرف الموت وما بعد الموت على حسب عقيدة معينة يعتقدها. فما هو الموت الحقيقي وما هو موت الزيف؟ إذا بتعرفوا أو ما بتعرفوا، نحن عايشين بعالم بسموه عالم الظلال، عالم الوهم، عالم الخداع، مايا أي قوة الضلال. عايشين عالم اسمه عالم الأباطيل، بسبب أن النفوس قد أخذت أجساد في هذا العالم المادي، ومن خلال الأجساد تتعرف على الأشياء بحواس خمس، فأصبحت كل تربيتها وتعليمها وعلومها ومعتقداتها عبر حواس خمس. فعاشت شخصية وهمية اسمها شخصية الزيف، وكنا نحن بمثل ما نرى عديدي الشخصيات، ولدينا عامل الزمان والمكان مهيمن مخيم علينا أشباح الضلال. فما هو موت الزيف؟ موت الزيف هو بالعرف لنظرة شاهد من أعلى انفلاق القشر الصلبي، اللي مننظر إلها منفكرها عبارة عن بذري فقط محدودي بقشري، وننسى أن فيها كل المعلومات الكامنة. إمتى بتصير هذه البذرة حقيقة؟ لما بتنمو وبتصير شجرة، ظهرت مكنوناتها، ظهرت معلوماتها، لا صارت شجرة. نفس الشيء أيضا البذرة لما ما بتظهر معلوماتها وبتفسد، تتعفن، لا تظهر ما بها، لم تستعد ذاتها الحقيقية، لم تصبح شجرة الكمال، وماتت وأصبحت في محاق العدم والظلمات دون أن تعي. شو منسميه؟ موت للزيف، وهي موت للزيف أيضا هو موت للحقيقة، موت للحقيقة بالنسبة للنفس، لأن النفس هي عبارة عن معلومات شاملة كاملة فيها كل المعلومات فوق الزمان والمكان، تعي أبدية الوجود وأزلية الخلق. هذا الوعي للنفس هو عبارة عن معلومات كامنة فينا نحن كأجساد كبذور. الآن نحن كأجساد بذور فينا المعلومات الروحية الكاملة، فينا جذوة روحية، فينا قطعة لاهوتية، فينا قوة نورانية. هذه المعلومات لن نصبح بحقيقة إلا إذا ظهرت أمام ناظرينا هنا والآن. لقد كنتم في العالم الأسمى وهبطتم منه إلى العالم الأدنى وتكاثفتم بالمبدعات الهيولانية ونسيتم لكوني عالمكم أصبح من نسل الزمان والمكان،
ونسيتم وكأنكم لم تكونوا هناك. هناك وين يعني؟ في عالمين، عالم الوهم اللي هو عم نعيشه، وعالم الحقيقة اللي هو عالم النفس لما بتصير بوعي الروح. لما النفس بتصير بوعي الروح منسميه عالم العقل. لما عادت النفس لربها راضية مرضية مطمئنة، أي عادت لشمولية العقل، أي حالة وعي. العقل هو عبارة عن معلومات تعقل الوجود. عقل بذرة الشجرة هو الرشيم اللي بيحتوي على المعلومات اللي بدها تصير شجرة. عقل أي بيضة هي المعلومات اللي بدها تصير كائن حي. عقل النفس هي معلومات كامنة فينا، كل واحد فينا يحوي نفس الشفرة الكونية، نفس الحقيقة الروحية. أما غطت على هالمعلومات قشور، غلف، حجب، أغشي، أغطي. منين إجت؟ من أفكارنا، مشاعرنا، أعمالنا عبر مر الزمن. وعامل التربية والتعليم المتطرف عادة، المتطرف عمل أكبر حجاب فلم تنبت بذور النور. فأصبحنا عندما نكون بحالة عدم مقدرة على استعادة وعينا المفقود، المفقود يعني كان موجود وفقدناه، أصبحنا بحالة موت حقيقي. مشان هيك السيد المسيح شو قال؟ دعوا الأموات يدفنون موتاهم. وبالتالي نطق القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون. إمتى؟ لما منكون بحالة بذور معطلة عن الوعي. الشجرة لما بتنوضع بذرتها بتربي ويهيأ لها آلاف الشروط الصحيحة للإنتاج مع عامل الزمن، شو بتصير؟ شجرة. النفس وضعت ببذرة جسدية بالعالم المادي بتربة الأرض. الآن نحن بذور، هذه البذور إذا ما صارت شجرة الكمال أو شجرة الإمامة أو استعادت وعي المفقود، فنكون بموت حقيقي. طيب واللي عم يموت جسده، اللي عم يموت جسده هي عبارة عن حالة انتقالية للبذر النوراني اللي موجودة، منشان تعطى شروط أخرى تناسب نموه وتطوره. كل شيء من حصل ومن تطور ضمن عالم الزمان والمكان سينتقل لمكان آخر يناسب تطورنا، سينتقل حسب الموجة اللي رح نطلقها أثناء المغادرة. وهذا للعلم مع تحذير وتنبيه وإعذار وإنذار، بأن النفس اللي بتكون مش عم تشتغل بانضباط طيلة حياتها الأرضية، بلحظة التسريع الأثير للانتقال لعالم آخر ضمن الأرض أو خارج الأرض، ضمن هذا الزمان والمكان أو في زمن بطيء أو زمن أسرع، بمكان ضيق أو واسع، سيكون انتقال على حسب الموج الفكري اللي تنطلق منها. المتعلق بممتلكاته ستربطه الممتلكات، والمتعلق بأولاده وأحفاده وروابط الدم ستربطه روابط الدم، والمتعلق بمعتقدات متطرفة سيرتبط بنفس العقائد الخرفة ليرجع لنفس الذبذب المؤاتي. أما من ينمو به العود ليصبح بعود حميد
ويستعيد من داخله الفهم المقدس لكينونة الوجود، ويصبح بسعادة الوعي، ويتمرن على الانتقال الواعي بحيث يرتفع من طاد النفس بدون أن يكون لدى النفس أهواء أو رغبات، أماني أو أمنيات في العالم الأرضي، بدون أن تربط بديون كارمية، بحيث يكون للنفس عليها فواتير أذية الآخرين بالفكر أو الشعور أو القول أو العمل، وأن أيضا تكون النفس مكبلة باعتقادات الجهل، بحيث تظن نفسها أنها الجسد، وبمجرد فناء الجسد ستفنى من هذا الوجود، ستعاد بلحد جسدي أيضا ضيق أضيق من ذي قبل. وكذلك المعتقدات المتطرفة، خصوصا لما بتكون النفس عم تدعو بالهداية والسلام والتوفيق لأبناء عقيدتها، فهي قلة شمولية، وبالتالي في عندها بيكون في داخلها اللاواعي بيكون في نظرة سلبية باتجاه الآخرين، وقد يكون هناك حقد وكراهية باتجاه عقائد الآخرين، فتذهب للمتعلقة فيه أكثر، علما بأن التعلق يأخذ طابعين، سالب أو موجب. فالتعلق السلبي أيضا تعلق، فقد يجذبها النقيض العقائدي وتولد هناك، وهي من عدل الإله بالخلق. اللي بيكون عنده النظرة الشمولية وخالص من معتقدات التطرف وعلى الصراط المستقيم، ليس من المتطرفين ولا الضالين ولا المغضوب عليهم بأحد الطرفين، وغير مرتبط بروابط الجهل، وقد تمرن على الخلاص الواعي من خلال زمن أعطي له 50-60-70 سنة. هاي النفس منقول عنها تحررت وأماتت الموت قبل الموت، مشان هيك قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. موت هذا الجسد بصلصاله وروابطه ليحل بدلا عنه وعي عرفان الوجود. فما هو موت الزيف وموت الحقيقة؟ موت الزيف من وجهة نظر الجاهل، موت الزيف يعتقد أن فلان قد مات فيتأسف جدا عليه ويحزن، وكأن هذا الزيف هو الحقيقة. هذا الإنسان العادي موت الزيف عنده هو موت الجسد، وكأنه هذا الإنسان عنده جسد، وهو عادة يكون بموت للحقيقة. أما موت الحقيقة، نحن أموات في عالم المادة والطين اللازب، عندما لا نستعيد وعينا المفقود، كما يقول هرمس الحكيم النبي إدريس: يا نفس لقد كنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة، تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك، فأردت أن تختبر عالم الكون والفساد، فأصبحت كالسمكة التي أرادت أن تبلع طعم الصياد فبلعها الصياد. نفس الشيء، النفوس أرادت، رغبت، لا يأخذ فكرنا لبعيد أنه أرادت من قبل، الآن أرادت. الآن أي واحد احتمال موت الجسد 50% دوما، وعلى أبعد تقدير بعد 20-25 سنة يمكن الكل، نادر ما يكون موجود 20-25-30 سنة، وماذا يعني 100 سنة من الآن؟ بعد 30-40 سنة نادر ما واحد يكون موجود. ما هذه الحياة؟ إذا الإنسان من الآن ما بدأ يضع لنفسه الشروط الصحيحة للإنتاج بانضباط والتزام ومصداقية قول فكر عمل، إذا من الآن ما بدأ يتعبد من خلال خدمة الآخرين وكأنهم نفسه، ما رح ترتفع في طاقة الحياة، وبالتالي دعوا الأموات يدفنون موتاهم. هي فرصة معطاة إلنا الآن لنكون
بالتزام بالكلام فلا ننطق عن الهوى، التزام بالصدق، مراقبة لكل فكرة وشعور وكلمة وعمل، إضافة للتعبد من خلال خدمة الإله من خلال خدمة الإنسان. أرفع أنواع التعبد الآن لأنه البشرية تعيش بالضيق، خدمة الإله من خلال خدمة الإنسان. فاللي عم يزكي أو يتصدق بأي نوع من الزكاة، أكان بالكلمة بالشعور بالدعاء بالهداية بالتوفيق بالعطاء بأي مستوى كان، فهو من العاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله حق الجهاد. أما المتطرفين اللي اعتبروا الجهاد هو عبارة عن قتال الكفار في أرض غير أرضهم، فهؤلاء بزيف وموت ويموتون موت الحقيقة وأماتوا الحقيقة من أنفسهم ويظنون الجنة لهم. وبالتالي نطقت فيهم الآية الكريمة وقالت إنك ميت وإنهم ميتون. أساس الخلاص عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة فيها مركزية القيم الإنسانية بالحقيقة. شو هي الحقيقة؟ نحن كائنات روحية نمر بتجربة جسدية. الاستقامة، شو هي الاستقامة؟ اهدنا الصراط المستقيم. توازن كامل بكل الطبقات المادية والأثيرية والعاطفية والعقائدية. هذا التوازن هو اللي بيخلي طاقة الحياة ترتفع لتصير تغير بما رسبناه لأنفسنا، بما جنيناه في الغابرين، بما برمجنا وبرمجنا عليه، بما وضع فينا ووضعنا بأنفسنا من معتقدات وبرمجيات. تبدأ تتحرك بمجرد وصول الطاقة لا طبقة القدر، تبدأ تتحرك البرمجيات. وبالتالي بدنا نتحمل، بدنا نتحمل ترسب دخان الذنوب وآثام السنين وعثرات الزمن الماضي بما فعلناه في الغابرين. بدنا نتحمل ضنك العيش والمحن والبلايا التي بها تهذبت النفوس وبها صفت رحمة من رب العالمين. فممكن واحد بيقول أنا كنت مليح وما صايبني شيء، مجرد ما أني بدأت أتأمل انضبط اتوجه للخير بدأت مصائب الدهر تحل فيه، ظهر طبيعي لأن بدأت البرمجيات العميقة تظهر إلى السطح. وبالتالي هي هو الخلاص، الخلاص بالمحن والبلايا التي بها تهذبت النفوس. فبمجرد ملامسة طبقة القدر بدأت البرامج المعيقة عن التطور بالظهور بساحتنا الحياتية، فظهر من يسلبنا أموالنا ومن يسخر منا أو يهيننا، فظهر من يقوض أركان سلامنا ويفقرنا، وظهر بساحتنا الحياتية أناس ظهروا بالصور الإنسانية وقد أعدوا للموحدين الشبكة والسكين. فإن كنا بوعي نعرف أن هؤلاء الذين ظهروا كأشباح بلا أرواح هم ضباع البرية التي تأخذ عنا قاذورات الكارما بعداد القدر، تأخذ عنا ما وضعناه بأنفسنا في الغابرين. فلا نظنن أن أحدا جاء لساحتنا الحياتية بغير علم رباني دقيق. كل ما يأتي، كل ما يصيبنا، كل ما نراه وكل حدث وكل مأساة لم تكن إلا على سبيل الاختبار والامتحان وخلاص الذات. مهما ظهرت بصعوبة ومهما ظهرت بعسرة وظنك عيش فهي المحن والبلايا التي بها تهذبت النفوس، لأنه فلق القشر الصلبي لما يبدأ رجيم الحياة بالإنتاج صعب، مخاض الولادة صعب. فهذه هي الولادة مرة أخرى، ولادة بوعي السماء. فإذا المطلوب منا ضمن هذه المعطيات أن نرضى بالقدر الموجود بدون استكانة. نحن نسعى جهدنا
لإزالة الفقر والمحن والبلايا، لإزالة الأعداء الوهميين نسعى، ولكن لدينا وعي الرضا. وعي الرضا أي ندرك تماما أن كل ما يظهر بساحتنا الحياتية هو انعكاس عما بداخلنا من لا وعي، لأن بدأت الطاقة تلامس طبقة جسم القدر عندها. وعند الصبر على مرور الزمن تبدأ النبتي بالنمو أكثر وأكثر، وهكذا تبدأ النفس من خلال هذه الاختبارات مع النجاح فيها الارتقاء من صف إلى صف، إلى أن تصل لمرحلة تصبح فيها بوعي السماء، فعادت النفس إلى ربها راضية مرضية. فالجنة الحقيقية هي وعي كنه الحياة، ومن يعي كنه الحياة الآن حتما المستقبل مثل الآن. والآن نزرع بذرة عقائدية صحيحة تحتاج رعاية وعناية. والجميع بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.